عايز حد يبلغ ابراهيم بمحلب وعادل عدوي يروحوا التامين الصحي. التامين الصحي بيتسرق. علي حجازي مش عارف يدوره. مستشفى 6 اكتوبر بتاع اكتر من 500 واحد كانوا فرس سي منها. كويس؟ عياده المناظير اتلغت. اتلغت ليه؟ ان الاساتذه الكبار مش عايزين يشتغلوا ان كلها ملوثه. مفيش دكاتره موجوده في التامين الصحي في 6 اكتوبر وعلى مستوى التامين الصحي. وبعت رساله لعلي حجازي كمان قلت له بكره هنموت كلنا. فانا عايز عادل العدوي لو وزير يروح التامين الصحي ويفصل الفلوس يفصلها عن العلاج. يخلي العلاج لوحده والفلوس لوحده. بالله يسأل حالة ليه 20 يوم محدش هيسأل يا جماعة فيلم ورسلين حاسب اوعى دراعي اوعى حاسب دراعي اوعى دراعي لو سمحت لو سمحت ابراهيم بيه لو سمحت ابراهيم بيه اوعى سمحت ابراهيم بيه ابراهيم بيه سيد يا جماعة علي ابراهيم مبوظ التأمين الصحي عايزين نفصل الفلوس من التأمين الصحي عادل بيه في 6 اكتوبر مش خالص انا كذا مره سنيت اتفضل حضرتك انا هقول لك على الوقت افضل معلش خش طب خش ادي فرصه ان نمشي اهو اهو حبيبي يا اسطى يا اسطى